السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى برنامج نورمينا سبورت. موضوع حلقة الليلة، أيهما أقرب للفوز، الأردن أم العراق؟ ضيوف هذا البرنامج الكابتن واثق ناجي، مدرب منتخب العراق سابقا ومدرب للعديد من الأندية العربية. مساء الخير كابتن واثق. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. وأرحب أيضا بالمدرب الوطني المعروف محمد مصطفى، أهلا وسهلا كابتن. مساء الخير. قبل ما نبدأ بموضوعنا الرئيسي، مباراة الأردن والعراق الثلاثاء القادم في العاصمة القطرية الدوحة، لدينا العديد من الأخبار السريعة. نبدأ العدوان: هذه أسباب تراجع الفيصلي. حمل الشيخ سلطان العدوان بعض جماهير الفيصلي مسؤولية تراجع مستوى الفريق نظير عدم استجابتهم لنداءات الإدارة في الوقوف خلف الفريق ومؤازرته، مما يشكل علامة استفهام لمن حاولوا عرقلة مسيرة النادي رغم تحقيقه كل البطولات. وأضاف بأن هناك مجموعة من الأشخاص تقوم بتسيير عمل النادي وفق أهوائهم ويهدفون لزعزعة استقرار النادي والتشهير به وبإدارته ونشر إشاعات باطلة. وختم العدوان: تعرف إدارة النادي ما يدور حولها من أشخاص تم إبعادهم عن النادي، مشيرا إلى أن الإدارة ستقف في وجه من يحاول محاربة النادي. كابتن واثق، يعني شو رأيك يعني بهالمبررات؟ يعني هل هي كافية لشرح ما يعاني منه الفيصلي بصراحة؟ والله كرة القدم تقبل عدة آراء، بس نعم. هناك حقيقة، نعم، وهناك آراء جانبية ما لها تأثير. نعم. البرازيل سنة 50 وقيم كأس العالم على ملعب ماركانا 200,000 متفرج برازيلي. نعم. الشوط الأول البرازيل 1. نعم. أيام الزمانات كان يحتاج البرازيل تعادل حتى يفوز بالكأس. نعم. الشوط الثاني خسر 2. نعم. 200,000 يشجعوا. نعم. صارت بطولة القارات بالسعودية، افتتاح ملعب جديد مع الملك عبد العزيز، وكل الملعب مليان ودفوف ويا الله ويا الله، والمكسيك ما عندهم غير 7 مشجعين. نعم. اللي هم السلك الدبلوماسي يستحون يهتفون ولا يستحون. نعم. خسرت السعودية 7. قبل يومين، نعم، خسر أربيل في أربيل وأمام جمهوره، نعم، ويا الفريق الكويتي 4-0. نعم. فوين تأثير الجمهور على المستوى، على مستوى الفريق؟ طيب كابتن محمد، يعني هو يعني الجمهور دائما مش هو عامل الفوز بالنسبه للفريق. نعم. يعني دائما احنا بنقول انه الجمهور هو سيف ذو حدين. نعم. اما بيكون هو العامل الرئيسي في فوز الفريق، واما بيكون هو العامل الرئيسي في خساره الفريق. نعم. نتيجه اول شيء الاستعجال اللاعبين لارضاء جماهيرهم. نعم. هذه شغله. الشغله الثانيه، انا بتوقع يعني النادي الفيصلي وللاسف يعني اللي وصل له المرحله اللي وصلها حاليا شيء مش طبيعي يمر فيه النادي الفيصلي او فريق النادي الفيصلي، لانه النادي الفيصلي اعرق من انه يوصل لهي المرحله. ثاني شغله انه الفيصلي عم بيعاني من اصابات كثيره بلاعبينه. نعم. وعدم تواجد اللاعبين في مراكزهم اثر على كثير على مسيره النادي الفيصلي وعلى ادائه في المباريات، وخصوصا غياب مجموعه كبيره من اللاعبين، منهم لاعبين منتخب وطني عادوا مصابين للفيصلي. نعم. ومنهم لاعبين اصيبوا خلال المباريات اللي سبقت المباريات الاخيره. فيعني الغيابات الكثيره مرات تكون مؤثره بالفريق اكثر من وجود الجمهور او عدم وجود الجمهور. نعم. جمهور الفيصلي يعني كبير وجمهوره ما بقصر معه دائما، لكن انا بقول لك هي الاسباب الوحيده لتراجع الفيصلي قد يكون الجهاز التدريبي وقد يكون اللاعبين. نعم. والاصابات اللي حصلت بالفريق واللاعبين ابعدته عن المستوى الحقيقي. طيب الخبر الرابع ايضا من الميدان الرياضي، ايضا لحمد. حمد: نحن مستهدفون من قبل الحكام. قال حمد في حديثه للإعلام على هامش تدريب المنتخب الاثنين عن أسباب الخسارة أمام عمان 2-1: نشعر بأننا مستهدفين من قبل عدد من الحكام. ولم يخفي حمد القلق من جاهزية المحترفين، حيث أضاف: من أسباب الخسارة أمام عمان المستوى المتدني والمفاجئ للاعبين المحترفين. كابتن محمد، يعني حمد يعتمد على المحترفين، كيف بنتقد الحكام وضعف يعني
اللاعبين المحترفين؟ يعني ما بعرف. نعم. يعني أنا الكابتن عدنان يعني إنسان زي ما كان الكابتن واثق. نعم. إنه إنسان عاقل وهادئ ودائما. نعم. تصريحاته متزنة، بس هو عماله بتصريحاته هاي بناقض نفسه. هو قبل ما يطلع على عمان. نعم. وهم في قطر. نعم. قال احنا جاهزين واللاعبين كلياتهم في احسن جاهزية. نعم. ليه بعد ما خسرنا صاروا يقول انه هو اللاعبين. نعم. كانوا متعبين او كانوا غير واثق فيهم. نعم. ما بعرف يعني هل هو بناقض نفسه او شاف الوضع او ما كان عنده صورة كاملة عن اللاعبين قبل ما يطلع على عمان. نعم. مع انه هو بتصريحاته قبل ما يطلع على عمان احنا جاهزين 100%. نعم. على عن اللاعبين واللاعبين المحترفين كلهم جيدين وكلهم راح يأدوا بشكل جيد. تفاجأنا بأن المستوى مش هو المستوى اللي قدمه منتخبنا قبل هيك. طيب كابتن واثق، يعني شو برأيك إلقاء يعني المسؤولية على الحكام على اللاعبين المحترفين على الدول، شو الأسباب للتهرب من المسؤولية؟ والله أنا أعتقد مبدأ توحيد التدريب. نعم. بين الطريقة اللي يلعب بها المنتخب. نعم. والطريقة اللي تلعب بها فرق الدوري. نعم. غير متجانسة بالمرة. نعم. يعني تلقي فرق الشمال يمكن تؤمن بطريقة 4-4-2. نعم. يمكن الوحدات يلعب بنفس الطريقة أو يعزز بالنص. نعم. بينما هو يؤمن إيمان قاطع بالطريقة ليبي اللي قلت لك عليها. نعم. وهي طريقة إيطالية. نعم. تلعب 4 بالدفاع واثنين أمامهم وثلاثة بالوسط وواحد مهاجم. نعم. هذه الطريقة لو تعمم على الدوري ذاك الوقت إذا يبعد لاعب ويجيب لاعب. نعم. يكون كلهم متدربين عليها وسهلة. نعم. لكن لما المنتخب يلعب. نعم. بوحده بهالطريقة. نعم. يحتاج فترة طويلة من أجل الانسجام البديل. نعم. فأنت أي لاعب يطلع الغاية منها المنتخب انسجام. نعم. إذا الانسجام يقل تأثر على النتيجة. نعم. والتبريرات كثيرة. طيب إحنا حكينا اتهام التحكيم، اتهام اللاعبين المحترفين. شوف الحكام. نعم. كلهم مراقبين. نعم. وكل تعرض المباراة ثاني يوم لجنة الحكام. نعم. ويش درسون وين الغلط مع الحكم. نعم. وأكو لجنة حاسب الحكم. نعم. إذا في خطأ وأصبحت الناس من كثر المباريات والنقل أصبحت تعرف هي. نعم. تعيط فاول كورنر. نعم. يعني معروفة صارت. فحكم ما يقدر لأن الحكم يريد يتقدم حتى. نعم. يوصل كأس عالمي حكم. نعم. فيحاول أن لا يخطأ. نعم. ما يهمه إذا أردن إذا عراق إذا غير فريق ما يهمه. نعم. بهمه نفسه وسمعته الجانب القانوني وسمعته. نعم. طيب كابتن واثق أنت شفت مصعب اللحام شفت قدراته سألك يعني هل يستحق اللعب في المنتخب؟ والله هو يعني موهبة بس غير مسؤولة. نعم. موهبة. نعم. غير مسؤولة يعني المفروض يقضي بالأولمبي في سنة سنتين يلا ينقل للمنتخب. نعم. يا أخي لأنه لعبات المنتخب أنت تلعب ضد أستراليا مباراة مباراة اللوق تلعبها ضد اليابان مو نفس الخصم. نعم. خصم يختلف. نعم. بأفكاره بطريقة لعبه بدفاعه بهجومه. نعم. فأنت ما يصير تقيس هالمباراة على ذيك المباراة. نعم. يعني هاي المشكلة أنه اللاعب الهاوي لا زالت الكرة بالأردن هواية. نعم. وغير احتراف مو معناه يوقع عقد يقبض فلوس صار محترف. نعم. ما يقدرون المصريين راحوا لتركيا مدري لليونان. نعم. قاموا يبكون على الاحتراف ساعة بالستة الصبح لازم يقعد يتمرن. نعم. ساعة بالثنتين يتمرن ساعة بالأربعة يتمرن أهله زوجته ما يشوفه. نعم. احنا وين هو الاحتراف احنا مو معترفين فش نحتاج نحتاج فترة طويلة للصقل. نعم. يعني الزمن. نعم. وبعدين المباريات مالتنا قليلة بالسبوع دا تلعب دوري واحد هسه اليابان سوت خطة إلى سنة الخمسين. نعم. شون يطورون الكرة باليابان. نعم. إلى حد سنة الخمسين. نعم. إحنا للخمسة وعشرين ماي. نعم. طبعا هو بالنسبة لكابتن اليابان كل 3 أشهر 100 لاعب من الأعمار الصغيرة على البرازيل يعودوا المية وبيأخذوا 100 ثانيين هم وهلهم. نعم. نعم. بتدربوا بالبرازيل 3 أشهر بيرجعوا 100 بعدهم فلذلك يعني بقول لك 2050 اليابان بطلت العالم لسنة الخمسين انهم. نعم. ياخذوا كأس عالم. نعم.
بخططوا لفي سنة الخمسين ياخذوا كأس عالم. طيب شوف انت الامد اللي بخططوا له قديش بعد كم سنة بخططوا قاعدين ياخذوا كأس عالم. طيب اخي حسين. نعم. طيب يعني انت استمعت لكلام الكباتن، باقي عندك شيء حاب تضيف؟ بضيف انه احنا لازم نلعب مع العراق طريقة هجومية. نعم. ليش بصر الكابتن عدنان يلعب واحد قلب هجوم؟ نعم. ليش ما انت طريح الدفاع والوسط؟ نعم. وتنسب انت يعني تهدج. نعم. ليش انه يضل دافع؟ طيب خلي الكابتن واثق، شو الطريقة الانسب للعب ضد العراق؟ يعني انت افرض حالك بدل عدنان حمد، كيف ممكن تواجه العراق؟ هو الامل. نعم. بهالطريقة هذه. نعم. نفس الطريقة اللي يلعب بها عدنان. فيليب ياخذ كاس العالم. نعم. ابو ايطاليا. نعم. 2006. نعم. اخذ كاس العالم بهالطريقه. نعم. والمدربين لما يشوفون هاي الطريقه ناجحه. نعم. وحققت كاس عالم يصير لهم اعتقاد به. نعم. لكن الخلل بالتطبيق للعناصر اللي دا تنفذ. نعم. هاي تحتاج مثل ما قلنا تحتاج تجارب وتدريب وتصحيح وتشجيع. ما يصير المنتخب يجتمع قبل السفر مدة معينة صغيرة، ما يصير. أنا مدرب منتخبات وأنا أعرف. نعم. لازم قبل أقل شيء 40 يوم، أقل شيء 4 مباريات بشكل مختلف، مباراة تشبه لعب أستراليا، مباراة تشبه لعب اليابان، مباراة فريق. نعم. يلعب باص بملعبك، مباراة يلعب طويل عليك، لازم يصير عنده. نعم. خبرة وتجربة. أول ما يصفر الحكم يصفن يدرس، هسه هو النقل إلى مرحلة ربح الكرة من الخصم. نعم. شو الخصم وش راح يسوي؟ يداور كرة، يلعب طويل، يلعب على الجناح. نعم. يلعب من النص، يفوت بالدحرجة، هاي كلها هو متدرب عليها. نعم. أما تجيبه وتفاجئه يوم المباراة وتريد منه يلعب أعلى إنجاز. نعم. أعتقد مو عقلاني. نعم. طيب كابتن كلمة أخيرة. يعني أنا بقول أول شيء الله يوفق منتخبنا وبالفوز على إخواننا العراقيين، لأنه يعني هاي مباراة ومش راح يطلع واحد الملعب خسران، لازم واحد فيهم يفوز أو في الأخير يتعادلوا. نعم. لكن نتمنى كأردنيين أنه نفوز على إخواننا المنتخب العراقي، وهذا حق مشروع لنا. نعم. فوزنا على المنتخب العراقي، وبتمنى انه النتيجه هاي تبيض او تمحي الوصمه او وصمه او الخساره اللي تعرضنا لها القاسيه مع عمان، مثل الخساره اللي تعرضنا لها مع اليابان وفزنا على استراليا. طيب كابتن واثق، والله كلمه بمناسبه انا اقول الخصم لا يرحم. نعم. والحكم لا يسامح. نعم. والتاريخ يصنعه الرجال بالميدان. نعم. اذا ما يرجعوا راسهم مرفوع شو بدك فيهم؟ نعم. خلص. نعم. إذن هي مباراة مصيرية. مباراة يعني. مصيرية. نعم. 90 دقيقة. نعم. عليه طيب. كان يتركز الكونستريشن. نعم. لازم يصير عالي، يركز. نعم. ويتعاون والتسامح مع الزميل ويلعبون للهدف المرسوم. نعم. خلاف ذلك ما تقدر تحصل نتائج طيبة. طيب في النهاية أشكر ضيوفنا الكرام، الكابتن واثق ناجي مدرب منتخب العراق السابق ومدرب للعديد من الأندية العربية، وأشكر الكابتن محمد مصطفى المدرب الوطني الأردني المعروف. شكرا يا كابتن. وأشكر الزملاء اللي كانوا معنا على الهواء مباشرة.